يتقدم لهذا الامتحان 14596 مترشح، من بينهم 5096 مترشح حر موزعين على 43 مركز إجراء، من بينهم 17 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 8 ذوي احتياجات بصرية. كل الإمكانيات المادية والبشرية سخرت لنجاح هذا الحدث إن شاء الله، لتوفير ظروف ملائمة لأبنائنا المترشحين. بالنسبة للإجراءات اللي خذيناها هذه السنة، إضافة للتكفل بإطعام بكل المتمدرسين النظاميين وتوفير المياه، توفير التغطية الصحية، توفير التغطية الأمنية، تم استحداث مؤسسات وتسخير مؤسسات لراحة أبنائنا ما بين الفترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية، لأن لاحظنا في السنوات السابقة فيه بعض التلاميذ اللي كانوا يبقوا في محيط المراكز، وهذا كان نوعا ما إرهاق لهم. هذا إضافة إلى توفير النقل المدرسي بالنسبة لبعض التلاميذ اللي يكونوا أو اللي بعاد على المراكز الإجراء، وبالتالي نقول إن شاء الله الإمكانية.